وحول هذا الموضوع ينضم رأسنا محمد فراس. محمد، يعني كيف تلقى الشارع العراقي دخول قرار رفع البنزين حيز التنفيذ، وهناك أيضا ردود فعل شعبية تجاه هذا القرار؟ نعم، قبل ردود الفعل دعونا نتحدث عن أن اليوم هو أول يوم لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإعادة أسعار البنزين عالي الأوكتان الممتاز والسوبر إلى ما كانت عليه في سنوات ما قبل حكومة مصطفى الكاظمي، لأن تكون السعر الممتاز إلى 850 دينار للتر الواحد والسوبر إلى 1250 دينار. دعوني أستغل الوقت وأستضيف معي السيد حسين طالب، مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية. تحية طيبة سيدي الكريم. نتحدث عن تنفيذ القرار هذا اليوم، هو أول يوم، كيف وجدتم الانطباعات بالبدء؟ دعونا نتحدث عن القرار وحيثياته، تفضل. شكرا جزيلا لحضرتك ولقناة التغيير، تغيير نحو الأفضل إن شاء الله. موضوع تغيير السعر هو أساسا مثل ما تفضلت، أساسا هو العودة للسعر السابق بعد ما كان 850 دينار. في حين وزارة النفط أخذت القرار بتخفيض السعر من 850 إلى 650 دينار وفق جائحة كورونا ما جاء بالعالم، استباحها انخفاض بأسعار النفط العالمية، يتبعها بانخفاض بأسعار المشتقات النفطية عالميا. وبما أن البنزين السوبر والمحسن هو أساسا بنزين مستورد يكلف الدولة عملة صعبة، فلذلك هو ربط سعره مع الأسعار العالمية. الآن عودة 850 دينار هو ليس بزيادة إيرادات، وإنما لتقليل الخسارة المترتبة من بيع هذين المنتوجين، ولا يزال هناك دعم لهذا المنتج من الدولة المتمثلة بشركة توزيع المنتجات النفطية بحدود 150 دينار للتر الواحد، سواء للبنزين المحسن وكذلك البنزين السوبر. الكمية المستهدفة من تغيير السعر هي 18% من إجمالي الاستهلاك اليومي، حيث يصل الاستهلاك اليومي من 31 إلى 32 مليون لتر يوميا، معظمة من البنزين العادي. القرار يراجع كل 3 أشهر، مرهون باستكمال إجراءات المشاريع المصافي الوطنية بعد ما دخل مصفى كربلاء حيز التنفيذ، خفض من الاستيرادات للمشتقات النفطية المتمثلة بالبنزين وزيت الغاز. الآن لدينا اكتفاء ذاتي بمنتوجي البنزين بمنتوجي زيت الغاز والنفط الأبيض. الآن احنا خزيننا استراتيجي يكاد يصل للذروة في مستودعات البلاد كافة. لدينا خطة وفق الخطة المرسومة في وزارة النفط قطاع التصفية، انه تشغيل المصافي الوطنيه بكامل طاقاتها والمشتقات النهائيه. هذا الامر يؤدي الى انهاء عمليه استيراد المشتقات النفطيه. وضعنا جدول زمني، الوزاره وضعت جدول زمني لانهاء عمليه استيراد البنزين، فراح تكون نهايات ال 24 بدايات ال 25 راح نغادر عمليه استيراد المشتقات النفطيه. نهيب بالمواطنين الكرام من خلال قناتكم الكريمه انه يذهب المواطن اصحاب اللي دخلهم متعلق بالوقود، ولا نزال هناك دعم للعم الأغلب من منتوج البنزين الممتاز اللي يباع ب 450 دينار، يصل الدعم إلى الضعف، لا 90% أو 100%، أنه يذهبون أصحاب سيارات الإجرة أو أي مواطن إلى نصب منظومة الغاز في مركباتهم. السعر 200 دينار للتر الواحد هو 50% من سعر البنزين الممتاز، كذلك استهلاكه أقل والجودة أفضل، فلذلك هو ذات جدوى اقتصادية ربحية لأصحاب المركبات اللي يتعلق دخلهم بالوقود. محمد، هو أيضا صديق للبيئة موضوع نعم الغاز. نعم تغيير نعم. موضوع. طيب، نتحدث في حال لو اتجهت الحكومة فعليا إلى إيقاف استيراد البنزين المحسن، هل نعم سنتجه نحو إنتاج البنزين المحسن وعودة؟ احنا هناك كمية بس مو الاستهلاك الكل جاي ينتج من البنزين المحسن محليا، ولكن ينخلط لغرض توفير الكمية الكبرى. الهدف من عتها هو أكبر كمية هو باتجاه البنزين الممتاز اللي يباع ب 450 دينار. نهاية استيراد المشتقات النفطية وطرح البنزين المحسن محليا يراجع السعر طيب محمد، يكون العودة للأسعار السابقة. طيب، المواطن اليوم يتساءل، هنالك مخاوف من أن يكون هنالك رفع أيضا للبنزين العادي. لا يوجد أي متغير للمشتقات النفطية المتبقية عدا البنزين المحسن والسوبر. طيب، كيف وجدتم انطباعات اليوم العراقيين؟ ماذا تودون الإيضاح لهم أيضا؟ يعني هنالك صدمة خبر. يعني هي مو صدمة خبر، احنا رسالة للمواطنين الكرام. اليوم الدولة هي يعني
صاحبة القرار تبحث عن القرار اللي بيصب المصلحة العامة. هذا الموضوع هو تقليل الخسائر المترتبة بميزانية الدولة واستنزاف ميزانيتها، فلذلك هذا الجزئية القليلة قللت من الخسائر بحدود 360 مليار. حياكم الله سيدي الكريم، شكرا جزيلا لانضمامك معي في نشرة الظهيرة. نعم كما أوضح السيد المدير العام فيما يخص هذا التسعيرة الجديدة بطبيعة الحال، كما ذكر الحث على التوجه نحو تغيير منظومات الوقود إلى الغاز، المنظومات الغازية لأسباب كثيرة، الانخفاض في السعر، إنها صديقة البيئة وغيرها من الأمور الإيجابية اللي ممكن أيضا تخفف عن كاهل المواطن. هذا الارتفاع لربما كما تحدث السيد المدير العام هو وقتي وسيعود إلى سعره المعهود للمواطن الذي تأمل منه الكثير بعد أن تكتفي الحكومة العراقية من الإنتاج وتوقف الاستيراد، أيضا استيراد البنزين المحسن. نعم يعني كما ذكر أيضا السيد طالب خلال 3 أشهر سيتم أيضا إدراج هذا القرار، لكن بالجهات الرسمية تقول أنها استهدفت الطبقات المتوسطة والغنية وليست الفقيرة، لكن هناك تخوف محمد حول ارتفاع سعر البنزين العادي لدى المواطنين. نعم تحدث السيد حسين طالب عن هذا الموضوع وأكد على أن لا يوجد هنالك رفع لأي بنزين آخر غير عالي الأوكتان لأنه مستورد، أي أن البنزين العادي لن يشهد أي ارتفاع أو أي تغيير في السعر كما هو الحال، سيبقى عليه 450 دينار للتر الواحد. هذه هي الرسالة، رسالة الاطمئنان التي أرسلها السيد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية إلى المواطن، وعليه أيضا أي يتجه كما تحدث على قدر الإمكان نحو المنظومات الغازية. وهذا القرار أيضا هو سيعاد أو سيعيد المسؤولين دراسته بعد 3 أشهر من الآن، أي إن وصلت أو وصل العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي فيما يخص إنتاج البنزين المحسن لربما سيعود السعر أيضا إلى طبيعة الحال. كل 3 أشهر سيعاد دراسة القرار وبالتالي سيكون هنالك قرار أيضا. نعم إذن هذا القرار أيضا كان مرهون بدخول حيز التنفيذ لمشروع مصفى كربلاء كما ذكر السيد حسين، يعني هناك سيتم اكتفاء ذاتي بالنسبة إلى العراق من خلال البنزين، وهو ما حقيقة تهدف إليه الحكومة العراقية الاكتفاء الذاتي وإيقاف خسارة الاستيراد. هذا هو الهدف الأساسي من إعادة سعر بنزين إلى سعره الذي كان عليه ما قبل عام 2020، كان سعر 850 دينار للبنزين المحسن عالي الأوكتان، ومن ثم أضيف البنزين السوبر. حينما أضيف البنزين السوبر أضيف على أساس القرار الأخير عام 2020 أن يكون هنالك تخفيض بنسبة 20%. عاد الارتفاع يعني رفعت أو عادت النسب 20% عادت إلى أسعار البنزين عالي الأوكتان كونه مستورد، بالتالي عادت الأسعار إلى طبيعتها. وتحدث السيد حسين وكذلك الحكومة العراقية بأن هذا القرار سيعاد دراسة بعد 3 أشهر، أي أن لربما سيكون هنالك قرار آخر وستكون هنالك تغيير لربما في المرحلة القادمة. نهاية هذا العام سيكون لربما يصل العراق عفوا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من ناحية البنزين عالي الأوكتان، وتنتفي الحاجة لاستيراده، أيضا لربما سيسهم في تخفيض الأسعار من جديد وإعادة نسبة 20% من جديد إلى أو على أسعار البنزين عالي الأوكتان. نعم محمد فراس مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.